الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام النووي رحمه الله: باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفوس وترك الشهوات. قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. وقال تعالى: فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. الآية. وقال تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وقال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. والآيات في الباب كثيرة معلومة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض. متفق عليه. وفي رواية: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام البر 3 ليال تباعا حتى قبض. وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: والله يا ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قلت: يا خالة فما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار وكانت لهم منائح فكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ألبانها فيسقينا. متفق عليه. وعن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية فدعوا فأبى أن يأكل وقال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير. رواه البخاري. مصلية بفتح الميم أي مشوية. وعن أنس رضي الله عنه قال: لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان حتى مات وما أكل خبزا مرققا حتى مات. رواه البخاري. وفي رواية له: ولا رأى شاة سميطا بعينه قط. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. رواه مسلم. الدقل تمر رديء. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي من حين بتعثه الله تعالى حتى قبضه الله تعالى. فقيل له: هل كان لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناخل؟ قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله. فقيل له: كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ قال: كنا نطحنه وننفخه فيطير مطار وما بقي ثرينا. رواه البخاري. قوله النقي هو بفتح النون وكسر القاف وتشديد الياء، وهو الخبز الحوارة، وهو الدرمك. قوله ثريناه وبثاء مثلثة ثم راء مشددة ثم ياء مثنات من تحت ثم نون، أي بللناه وعجناه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال: الجوع يا رسول الله. قال: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما، قوموا. فقاموا معه فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة قالت: مرحبا وأهلا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟
قالت: ذهب يستعذب لنا الماء. إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ثم قال: الحمد لله، ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب، فقال: كلوا. وأخذ المدية، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب. فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا. فلما أن شبعوا وروا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. أخرجكم من بيوتكم الجوع، ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. رواه مسلم. قولها يستعذب أي يطلب الماء العذبة، وهو الطيب، والعذق بكسر العين وإسكان الذال المعجمة، وهو الكباسة، وهي الغصن، والمدية بضم الميم وكسرها هي السكين، والحلوب ذات اللبن. والسؤال عن هذا النعيم سؤال تعديد النعم، لا سؤال توبيخ وتعذيب، والله أعلم. وهذا الأنصاري الذي أتوه هو أبو الهيثم بن التيهان رضي الله عنه، كذا جاء مبينا في رواية الترمذي وغيره. وعن خالد بن عمير العدوي قال: خطبنا عتبة بن غزوان وكان أميرا على البصرة، فحمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرة، والله لتملأن أفعجبتم. ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 عاما ولا يأتين عليها يوم وهو كضيظ من الزحام. ولقد رأيتني 7 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا، فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك، فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها، فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار، وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيمة وعند الله صغيرة. رواه مسلم. قوله آذنت هو بمد الألف أي أعلمت، وقوله بصرم بضم الصاد أي بانقطاعها وفنائها، وقوله وولت حذاء هو بحاء مهملة مفتوحة ثم ذال معجمة مشددة ثم ألف ممدودة أي سريعة، والصبابة بضم الصاد المهملة وهي البقية اليسيرة، وقوله يتصابها هو بتشديد الباء قبل الهاء أي يجمعها، والقضيض الكثير الممتلئ، وقوله كريحت هو بفتح القاف وكسر الراء أي صار فيها كروح. وعن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أخرجت لنا عائشة رضي الله عنها كساء وإزارا غليظا، قالت: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. متفق عليه. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، ولقد كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الحبلة وهذا السمر، حتى إن كان أحدنا ليضع كما تضع الشاة ما له خلط. متفق عليه. الحبلة بضم الحاء المهملة وإسكان الباء الموحدة، وهي والسمر نوعان معروفان من شجر البادية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. متفق عليه. قال أهل اللغة والغريب معنى قوتا أي ما يسد الرمق.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: والله الذي لا إله إلا هو، إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يوما عفي على طريقهم الذي يخرجون منه، فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في وجهي وما في نفسي، ثم قال: يا أبا هر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق، ومضى فاتبعته، فدخل فاستأذن فأذن لي فدخلت فوجد لبنا في قدح، فقال: من أين هذا اللبن؟ قالوا: أهداه لك فلان أو فلانة. قال: أبا هر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي. قالوا: أهل الصفة أضياف الإسلام، لا يأوون على أهل ولا مال ولا على أحد، إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها، فسألني ذلك، فقلت: وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ كنت أحق أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها، فإذا جاءوا أمرني فكنت أنا أعطيهم، وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن، ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسول صلى الله عليه وسلم بد، فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا واستأذنوا فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت. قال: يا أبا هر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: خذ فأعطهم. فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح، فأعطيه الآخر فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح فأعطيه الآخر فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم. فأخذ القدح فوضعه على يدي فنظر إلي فتبسم، فقال: أبا هر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: بقيت أنا وأنت. قلت: صدقت يا رسول الله. قال: أقعد فاشرب. فقعدت فشرب. فقال: اشرب فشرب. فما زال يقول: اشرب، حتى قلت: لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا. قال: فأرني. فأعطيته القدح فحمد الله تعالى وسمى وشرب الفضلة، رواه البخاري. وعن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة رضي الله عنها مغشيا علي، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي ويرى أني مجنون، وما بي من جنون، وما بي إلا الجوع. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاعا من شعير، متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه بشعير، ومشيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة، ولقد سمعته يقول: ما أصبح لآل محمد إلا صاع ولا أمسى، وإنهم لتسعة أبيات، رواه البخاري. الإهالة بكسر الهمزة الشحم الذئاب، والسنخة بالنون والخاء المعجمة وهي المتغيرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقد رأيت 70 من أصحاب الصفة ما منهم رجل عليه رداء، إما إزار وإما كساء قد ربطوا في أعناقهم، منها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين، فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته، رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قال: كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم حشوه ليف، رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل من الأنصار فسلم عليه، ثم أدبر الأنصاري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أخ الأنصار، كيف أخي سعد بن عبادة؟ فقال: صالح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعوده منكم؟ فقام وقمنا معه ونحن 12، ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قمص، نمشي في تلك السباخ حتى جئنا. فاستأخر قومه من حوله حتى دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين معه.
وعن عمران بن الحسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: فما أدري. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مرتين أو ثلاثة، ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيه مسلما. متفق عليه. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، إنك أن تبذل الفضل خير لك، وأن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن عبيد الله بن محصن الأنصاري الخطمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم أمينا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. سربه بكسر السين المهملة، أي نفسه، وقيل قومه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا، وقنعه الله بما أتاه. وعن أبي محمد فضالة ابن عبيد الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة قاويا، وأهله لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بالناس يخر رجال من قامتهم في الصلاة من الخصاصة، هم أصحاب الصفة، حتى يقول الأعراب: هؤلاء مجانين. فإذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف إليهم فقال: لو تعلمون ما لكم عند الله تعالى لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة. روى الترمذي، وقال: حديث صحيح. الخصاصة الفاقة والجوع الشديد. وعن أبي كريمة المكدام بن معدي كريبة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه. روى الترمذي، وقال: حديث حسن. أكلات أي لقم. وعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الأنصاري الحارسي رضي الله عنه قال: ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عنده الدنيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تسمعون إن البذاذة من الإيمان، إن البذاذة من الإيمان، يعني التكحل. رواه أبو داود. والبذاذة بالباء الموحدة والذالين المعجمتين، وهي رثاثة الهيئة وترك فاخر اللباس. وأما التكحل فبالقاف والحاء، قال أهل اللغة: المتكحل هو الرجل اليابس الجلد من خشونة العيش وترك الترفه. وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بعثنا رسول صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة رضي الله عنه نتلقى عيرا لقريش، وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره، فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة، فقيل: كيف كنتم تصنعون بها؟ قال: نمصها كما يمص الصبي، ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل، وكنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله بالماء فنأكله، وانطلقنا على ساحل البحر، فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم، فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنبر، فقال أبو عبيدة: ميتة. ثم قال: لا، بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله، وقد اضطررتم فكلوا. فأقمنا عليه شهرا ونحن 300 حتى سمنا، ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال الدهن، ونقطع منه الفدار كالثور أو كالقدر الثور
أو كقدر الثور. ولقد أخذ منا أبو عبيدة 13 رجلا فأقعدهم في وقب عينه، وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامها، ثم رحل أعظم بعير معنا فمر من تحتها، وتزودنا من لحمه وشائقا. فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقال: هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونه؟ فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله. رواه مسلم. الجراب وعاء من جلد معروف، وبكسر الجيم وفتحها، والكسر أفصح، وقوله نمصها بفتح الميم. والخبط ورق شجر معروف تأكله الإبل، والكثيب التل من الرمل. والوقب بفتح الواو وإسكان القاف وبعدها باء موحدة، وهو نكرة العين. والقلال الجرار. الفذار بكسر الفاء وفتح الدال القطع. رحل البعير بتخفيف الحاء جعل عليه الرحل. والوشائك بالشين المعجمة والقاف اللحم الذي قطع ليقدد، والله أعلم. وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. الرسغ بالصاد، والرسغ بالسين أيضا، هو المفصل بين الكف والساعد. هذا، والحمد لله رب العالمين.